طبعا دكتور كريم الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. موضوعنا هو موضوع ديال امراض العيون. كنرحبوا بك بعدا اولا استاذ، كيف حالك؟ مرحبا، نهاركم مبارك. مزيان الحمد لله. طيب قبل ما نبداو، نعم طيب، غادي ناخذوا نفتحوا باب اتصالات. الموضوع ديالنا هو الموضوع ديال العيون ما شاء الله. ملكه من قنيطره، ملكه من قنيطره 43 سنه. السلام عليكم ملكه. وعليكم السلام اختي، مرحبا بك، تفضلي. الله يخليك اختي، بغيت نسول الاستاذ الله يخليك. سمعت على ان المركز الاسلام ديال العين وداك الشيء، وانا اصلا عندي ضفاف عينيه وبديت كنستعمل واحد هذا، ولكن كيضرني بزاف ديك عرفتي واحد الشواط ما نقولكش. في الاول ضروري ضروري في الاول غير ديما دير الماء البصله، خذ اسئله حره. اش منطقه انتم؟ انا في قنيطره. قنيطره ما شاء الله، عندكم عسل لوكاليبتوس مزيان. غير شوفوا شي ناس نقيين، تبارك الله عندكم خبراء في تربيه النحل في قنيطره، تنفتخروا بهم، وفي بن سليمان وفي المنطقه تما عندكم لوكاليبتوس. خذوا شي حاجه جيده مزيان، وراه لوكاليبتوس الجمله تبدا احيانا ب 70 درهم توصل حتى ل 120 درهم كل ما طلعت الجوده، اذا ما بقاش تغروا بداك الثمن الرخيص مزيان. وحاولوا ان شاء الله تعالى تاخذوه وكحل بعيوناتك ملي تجي تنعس، ديما كثر ما الوصله التنقيه. اما الظفر انا التجربه اللي عندي اقل من ثلاث اسابيع ما تيبقاش عندي ناس في الاسبوع الاول مشى الظفر، لانه العسل تيعرف يصلح الاخطاء كلها ديال الظفر وديال المسائل ديال كل متعلقات نعم به. عندك سؤال اخر؟ نعم الله يخليك. واش الماء نخففها بالماء وكذلك العسل؟ غير الماء عاد خفف به. نعم ديالنا العيون. ناخذوا عبد الهادي من فاس 49 سنه. عبد الهادي السلام عليكم. طيب هذا الماء البصله بالنسبه لامراض العيون غير دهنا كيف ما قلتي، ولا حتى العينين حتى الشرب؟ ان سيروم تتغسل به عيونتك، ما يحتاجش يشربوا مثلا الانسان؟ لا بغي يشربوا مرحبا، بالعكس انا عندي ناس اللي ياخذوا الماء البصله لمده ثلاث اسابيع قال لي العيونات بديت تنشوف حسن. غير بالشرب اكلان ثلاثه مرات في النهار يعني الاكله غير وصلت، ولكن كلوا قبل الماكله بساعه، ما تاكلوليش مع الماكله. شحال واحد احمق مثلا، الناس الفشل الكلوي كلهم دابا حاليا متياخذوا العسل مع البصل وتياكلوا مباشره بعد منه خمس ساعه ما تيستافدوش، والكرياتينين تطلع. عباد الله التزموا بالتوقيت والتزموا بالكميه المطلوبه والتزموا بطريقه الاستعمال، ما عمركم ما تخيبوا ان شاء الله. اذا القوه لاحظتوا دابا في العمل اللي تنقوموا به هذه ما شاء الله، غالبا كملنا السنه اننا تعلمنا نطلعوا دفتر الوقايه وتعلمنا طريقه الاستعمال. ماشي الماده العلاجيه حيتها تعطيكم مواد موجوده، ولكن طريقة الاستعمال هذه هي المنهجية، هذه الطريقة العلمية، وهكذا تتحسوا كاين طريقة علمية لابد منها. نعم ناخذوا زينب من حل سوالم. زينب السلام عليكم. عليكم السلام أمينة. مرحبا. تنسلم على الدكتور اللي معك. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا الزوج ديالي عينين ديما حمرين بزاف، وحتى إلا صفاو كيبقى هذاك البيض ديالو بحال قهوي شوية، فهمتي؟ واش درتي له الحليب ولا كيفاش؟ قهوة وحليب ولا كيفاش؟ بحال هكاك، واخا تيصفاو كاع من هذيك الحموريه بزاف كيبقى هذاك البيض ديالو ماشي بيض يعني. شنو تيقول الطبيب من اش داك الشيء؟ نعم شتي الطبيب او لا؟ لا باقي ما عرفتش. شوف الطبيب بنتي ما تبقاش تلعبوا، وقتل له بصيله راه مزيانه، دير له اسئله في عينه من يجي ينعس كون حر. اش منطقه انتم؟ مش من المنطقه زينب، شو بدنا نعلموا الناس يعرفوا العسل ديال المنطقه باش يبداو يرتبطوا به مباشره، علاش يبقى يقلبوا على العسل ديال الدغموز وهم في الشمال؟ علاش الشمال ما عندكمش المطرون؟ عباد الله خصنا نعلموا الناس يترباوا على العسل ديال المنطقه، حيت هنا عندنا حديث نبوي، تربتنا وريقنا وتربتنا شفاء مريضنا. خصنا نتعلموا المنطقه ونفهموها، حتى نقلبوا على شي عسل ديال اوروبا وديال المغرب حسن، او ديال امريكا ديال امريكا نوضوا نصدع واحد الاشهار معين، وهو ديال المنطقه ديالو افضل. علاش سنتعلموا نتعلموا لو كوتويابل، نتعلموا لو ديسپونيبل لابيتوال، وهكذا غنقدروا ان شاء الله نيسروا ونقربوا. الله تعالى يزيدنا ان شاء الله رفق في العمل وقوه في العمل. تمشيو استراغنا ناخذوا حميد. حميد السلام عليكم. حميد السلام عليكم. الو السلام عليكم. نعم تفضل اسيدي. بخير لاباس عليك؟ الحمد لله. نعم صباح الخير، نهضر مع الدكتور الله يبارك. نعم كيسمعك تفضل. دكتور عندي الدري عنده فقر الدم. وفي داك الشيء ديال البوسفير. نعم. نعم. ما عرفتش باش من اغذيه دابا ياكل هذاك الشيء. والمرأة عندي تينوض لها الحبوب في يديها من العام لعام، البرودين البرودين تينوض لها الحبوب في يديها.
نعم واخا حميد نتمنى الاسئله تكون في الموضوع ديالنا اللي هو موضوع امراض العيون. واخا اللي كذب هذه المره على هين غنقطع. يلا تفضل استاذ. اذا شوف مساءتي واحد المساله تنفتخروا بها افتخار. حاليا امراض العيون 90% من البسوريازيس. راه حكيت لكم على الناس اللي جاوا من اوروبا وتعجبوا العلاج كيف انه تيتم في واحد القوه خارقه ومده متميزه. كذلك البرص، الكزيمات، التعفنات الجلديه، حتى ذاك كاينين شي امراض جلديه غريبه كانه الانسان عنده جلد تاع النمر ولكن داك شيء امينه ماشي حرير، واخا تتلقى ذاك البقعه الكحله والبيضاء فهمتيني الترناتيف، يعني امراض خطيره جدا. افتخروا عقلوا على جوج المواد، لساعه النحل حول المرض الجلدي ثم غسلوا بالمرجان 3-4 المرات في النهار. المرض تيقل وتيخف، ولكن متى تعطيه زيت الزيتون على الريق والبصل والعسل 100% ما كاينش ماكله اخرى الا بعض الخضار، ما طيبش خزو في جلد التفاح، ما طيبينش عصائر. اقسم بالله الناس ارتاحوا راحوا من الامراض الجلديه. اذا ما هو المرض وما هو العلاج؟ بغينا علماء الاجتماع يعاودوا يعتكفوا لنا على هذه المواضيع. لقينا على انه الا ما نقيناش جسمنا وطلعنا الملعب بشكل عفوي طبيعي فطري اساسي ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما يمكنناش الا ان نخرجوا من العياء. احنا غير تراكمات الكيماوي وتراكمات العياءات الجسم وضرب المناعه وطمس المناعه، هذا كله ماشي اسلوب علاجي. هنا في تلقى على انه الطبيعي ما تياخذ طريقه منهجيه عمليه تشوفوا كيف انه الناس ارتاحوا. اعطيناهم كنا قريص النحل فوق البقعه الجلديه الجنبات ماشي الوسط، واخا الا كانت الوسط ممكن تكون اخطاء نتكلموا عليها من بعد، وثم تنغسلوا بالمرجان ما شاء الله كانت نجحت ان شاء الله. اذا بالنسبه لفقر الدم منبت القمح تدير اترود الماء معدني تدير فيه 150 غرام ديال الحلبه منبته تديرها مثلا مع 6 الصباح، وابتداء من تديرها مع مع 3 د العشيه، ابتداء من 6 الصباح تتبدا تطحن معلقه ديال الحلبه تنفخات بالماء وتطحنها مع شويه الماء والعسل 7 مرات في النهار للوليدات، وعطيها حتى للمراه بغا تشوفوا لا الخصوبه لا فقر الدم، وتحيدوا الماكله المسخه وتاكلوا زيت العود على الريق 3 شهور باي باي فقر الدم، باي باي لا كارونس اون فيتامين دي، حتى الفيتامين دي الناقص في الجسم ما تيبقاش، وهشاشات العظام تعالج بطريقه بسيطه لان البودره تاع الحلبه اللي تنفخوها في الماء هي تتنتج فيتامينات دي والبي والانواع منها الاو، وكذلك تتنتج مجموعه الهرمونات انزيمات، وهكذا الوليدات اللي عندهم ليبيليبسي او عندهم ضعف النمو يمكننا نعالجوا ضعف النمو بطريقه متميزه. نعم نمشيو بني ملال ناخذوا مصطفى. مصطفى السلام عليكم. صباح الخير لاله مينا. صباح النور. كي داير لاباس عليكم؟ الحمد لله لاباس. نشكركم على هذا البرنامج. اهلا وسهلا. سي عبد العلوي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله مرحبا. الله يخليك، هذه الكلمه اللي قلتي بالنسبه للزيت، يعني عندي واحد الجده يعني هي جبليه من الجبل يعني امازيغيه وصلت 120 سنه، كانت عاشت هي من سيبه يعني باقي الحكم ما كاينش في المغرب، وتتشرب من القله تتشرب الزيت يعني ما فيها لا سكر ما فيها لا ملحه ما فيها النظر قوي عندها 120 سنه. مبروك عليك. كتب الاطباء اللي تيقولوا كو صدقه رسول الله على الزيت اللي ذكرت. الله يعطيكم التوفيق ان شاء الله. الله يجازيك بخير. غير بالنسبه شكرا على هذه الشهاده، دليل انه اللي بغى يصغر وخا تيكبر في السن والقوه والحيويه هذه الفرصه السامحه. ومبروك على جدتك ما شاء الله عليها. بارك الله فيك سي عبد العلوي. انا شفت بعيني يعني تمشي القله في الجبل يعني في الشلوح الفوق وتتشرب من القله بالغرب، واللحم ديالها بقى طري يعني والقوه ديالها غير شي شويه يعني ركبي وما 120 سنه العين باقي صحاح والقلب والسكر ما كاينش الملحه ما كايناش. مبروك ما شاء الله. مبروك. نعم الله يبارك فيك. غير سؤالي ديك الموند يعني الشبكه واش مزيان لهذاك؟ بالطبع كيف تنقويو العروق تاع الجسم وكل شعيرات الجسم تنقويو الشعيرات تاع ديال لاغيتين ديال الشبكه، فقط يخص المتابعه عن طريق الاختصاصي. تتكون بعض الاخطاء لابد نضبطوها واخا، ولكن ما شاء الله زيت الزيتون غتقوي الشبكه فقط لو ديكولمون، او لا كانت بعض الاخطاء اخرى يمكن نزيدو نقويوها بحال ساعات بحال حويجات اخرين، ولكن هذا منهج قويم صحيح. مبروك عليك. نعم ناخذ احلام من جديده. احلام السلام عليكم. عليكم السلام. كنشكركم اختي على هذا البرنامج. كنشكر الدكتور العلاوي. الله يجازيك بخير. عندي واحد البنيه عندها مشكل في عويناتها، عين وحده مزيانه وعين ولات كتشحول ليها.
جيت اختي عند الطبيب وداك الشيء وحكيت لي المشكل، دابا ولا كيضرها النص ديال راسها من العوينه، ما عرفتش شنو المشكل. الطبيب درت نظار باقي دابا هاد. اش قال لها الطبيب على الحريق في راسها؟ اش قال لها الطبيب؟ قال لي غتاخذ واحد الميديكامون خداته وفرقيت. ما شنو المشكل؟ ما تقوليش الحلول، قولي شنو هو المشكل. علاش مي تنعرفوا المشكل تقدر يكون مشكل اولي، ولكن مع العمل تنعرفوا الاصل بالضبط، فما تبقاش نوحلو. اذا عطيني شنو هو المشكل بالنسبه للطبيب؟ عندها العوينه كتحول لها وتتحول مشكل تاع ميسكولاسيون تاع العضلات، ماشي مشكل ديال حاجه اخرى. اذا فهمتي؟ واما الا عطاك الدواء ديالها، شنو الدواء غادي يعطيك؟ خصنا نعرفوا لا ميسكولاسيون الا كانت ضعيفه او ما تتشتغلش بشكل صحي تتكون الحوليه. حنا 3 سيمين تتقاد لا ميسكولاسيون ما تبقاش الحوليه، ستخابيزم ما تيبقاش. اذا هذه حنا عطينا معلومه على انه الحوليه تتعالج بطريقه بسيطه جدا. كيف تنعالجوا السكوليوز بطريقه ماكروسكوبيك في الميسكيلاسيون اللي بينا في لي دورسو، تنعالجوا كذلك لو ستخابيزم اللي هو الحوليه، وتنضبطوا بطريقه بين 3 سيمانات اون موان ما تيبقاش. اذا حريق الراس حاجه اخرى، ما تقوليش الحوليه مشكل ديال العضل تعطيك مشكل حريق الراس. شنو هو المشكل بالضبط؟ ايوا شتي حنا بدينا تناقشوا الاصل ديال المشكل، بان على انه مازال نزيدوا نعمقوا العمل. اذا الا غادي تشوف افضل اخر واخا وفسر له، قول له راه طبيب اخر، ما تقولوش شفت هذا، ولكن حاول تعاونوا بالمعلومات واجيو عندي ان شاء الله تعالى نحاولوا نضبطوا هذا المشكل ديال الحرق ديال حريق الراس. حريق الراس موضوع والحوليه موضوع اخر. واش حقا لا ميسكيلاسيون ما كانتش خدامه مزيان نظرا مشكل عصبي او كذا هو اللي يقدر يؤدي؟ سؤال حنا تنخليوه معلق حتى تجيو او ملي تصوروا الطبيب ونشوفوا واش كاين. نعم، اذا ما يكون بس احلام بالنسبه لبنيته. ناخذ احمد من مراكش. احمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضل. بارك الله فيك، مسي الخير. انا واحد العامين هادي مشيت ندير فيزيتير على النظر، بغيتي ندير النظر ديال العينين. ما عندي 52 سنة. ايه. فاكتشف الطبيب انني عندي تونسيون ديال العينين. ايه. وعطاني يعني صيفطني درت الشون فيزيال، يعني كان الحمد لله ما فيه بس الشون فيزيال. ويعني عطاني دواء كارتيول ال بي. نعم، عطاني واحد الدواء كارتيول ال بي استعملته يعني خلال واحد المده. من بعد سافرت لواحد البلاد اخرى وما لقيتش فيها الكارتيول ال بي، وبدلتها بكارتيول عاديه، كارتيول دو بورسون، وباقي الان كنستعمل هذيك كارتيول دو بورسون. وبدينا نعرف الله يجزيك بخير. اذا كاين صاحبي اسمع لي مزيان. اولا تعلمت تنقي ماكلتك 100%، تحيد لي المواد الحيوانيه 100%، وتاخذ زيت الزيتون على الريق، درتي فيها الثومه وشربتي 3 المعالق على الريق يكون جميل ساعتين قبل الافطار. خذي الحسوات الشعير، تتقوي القنوات وتتقوي البنيه وتتقوي الكلوي والكبد والعظام والدماغ، يعني العمل العصبي. ثالثا حاول تاخذ لي عصير فواكه خضر كثير، بصل عسل 30 غرام بصل 30 غرام عسل، ترقدوا لي مده نص ساعه تاخذوا مع 7 الصباح وكل 3 ساعات 7 المرات في النهار، وغادي تجلدك العوينه غتقطر فيها بصيله 3 4 المرات، وفي الليل كحلي عسيله 3 سيمانات امتيت موين دي 3 سيمانات حتى 5 لا طونسيون تتقاد. انا ما فهمتش كيف الاطباء حاليا انه تيوحلوا في الجلوكوم، الطونسيون تتبقى حتى العام تيعرفوش يتبعوها. وانا عندي غير تيشوفوا دابا عندك حتى من لي زوفتالمو تبارك الله، ملي تيجي عندي ناس من عندهم 3 سيمانات يرجعوا كونترول تلقاو الطونسيون تقدات، كانت 40 لوفتالمو قلت لها كيف تقدات 12؟ اش درتي لها؟ دارت لها لونجيوغرافي، دارت لها ليكوغرافي، دارت لها، قالت لها غريبة الطونسيون تتقاد، علاش؟ إلا عاودنا بنينا القنوات الدموية من جدا وجديد، وطلعنا شبكة جديدة، بدليل تنشوفوا الشون فيزيوتي والليزوي لاكويتي هائلة، سميتو البنية تاع العوينات بكل المسائل ديالها مضبوطة، إيه أش بغا؟ يعني ليس فقط تنقدوا تنقدوا الطونسيون، تنقدوا حتى العوينة ديالها في الفيزيولوجي المحيطة بها وفي العضو. تبقى تبني بناء قوي يعني جديد في امان الله. اذا الجلوكوم ما تبقاش تخافوا منه، عطيتكم الطريقه تبناوها اجتهدوا فيها، حاولوا تستفدوا من الاستفاده وما تغشوش، قد تخلطوا الماكله وتخلطوا المسائل، والله تعالى معكم. حمد من مراكش السلام عليكم. او ناخذ موسى من اسفي. موسى الو الو موسى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكرك مرحبا الأمينة، وكنشكر الدكتور العلوي الله يخليك. عندي الوليد عنده 19 عام
وعنده ولاو كيتكونوا لي حبوبات في البوبير، عنده جوج حبوبات في سميتو في العين اليسريه لتحت. شحال هو مريض بهم؟ شحال هو مريض بهم؟ مده شحال؟ عام؟ عامين؟ شي شهر وخمس 15. والاطباء اش تيقولوا؟ ديتو عند الاوفطالمو قال لي خصو يحيدهم. عطاه لا اعوذ بالله. سيدة عندي مريضة أكثر من 20 سنة جاتني من البرنوسي. أييه. واخا أكثر من 20 سنة كاع من الطفولة. أييه. وهي تتعاني منه بحبوب كرفسوها في وجهها، ماشي غير هي، بنيتها عندها 11 سنة، تا هي أكثر من 7 سنوات هي مريضة بهم. قل من 3 شهور براو، بلا عملية بلا صداع. هادو دكتور ماشي في الوجه، في لي بوبيات ديالو. في لي بوبيات تنقول لك أنا علاش نهضر. عطاني تريتمون. ما كاين لا ما. عطاني تريتمون بوندون 15 جور درناها، ولكن ما كانت حتى شي حاجه. ملي رجعت عنده قال لي خاصو يدير عمليه. كاين عمليه لا جوج، غدير بصيله وعسيله الله يرضي عليك. البصيله والعسيله؟ غدير البصل اييه مع شويه د الماء مغلي وتقطروا له ثلاثه اربعه المرات في النهار، والعسل في الليل ملي يجي ينعس، غدير له قريصه النحل في جنبات العين اقل من 7 اسابيع، غتكون واحد النجاح ديال 40 حتى 60%. الله يخليك دكتور اللي معاود لي بشويه باش نقدر. طيب نعم. سميتو البصله كي غندير ليها؟ غتحك البصله. نحكها؟ اييه. في الحكاكه بالطبع، أو في شي عصاره تكون نقيه. دير لها شويه الماء مغلي، تغلي الماء وتدفيه وتغسلو به، وبدا تقطر له به، ديما الماء والبصله تقطر له من بعد نص ساعه لوحه، ديما بصله جديده. باش ما نطيحوش في مشاكل اخرى. تقطرها له 3-4-10 المرات في النهار، وفي الليل تكحلو بالعسل. هاد السيمانه بعدا ضروري، وتحيدوا المواد الحيوانيه 100%، تعطيه البصله والعسل. الماء والبصله تتغسلوا به عينو الاولى، هاد البصله والعسل الثانيه تتاخذ له 50 غرام ديال البصله عصير و30 غرام ديال العسل، يكون افضل يكون زكوم. واخا 19 سنه ما تبارك الله راه راجل، ترقدوا من الساعه وتاكلوا في الحين 7 المرات في النهار، عنده الحسوات الشعير، من ياكلهم نص ساعه ونص ما ياكلش. بعد خدا مع السبعة، خدا البصلة والعسل مع السبعة، حتى الثمانية ونص تسعود عاد يفطر. وعنده وجبة أخرى مع العشرة، وجبة أخرى مع 12، وجبة أخرى مع الربعة، وجبة مع السبعة مع 8 الليل ومع 9 الليل. وقويلب ديال الثوم، وعنده العصائر ما طيبينش، وحسوات الشعير مع الثومة وزيت العود. بإذن الله، وبغيتك أنك تصور الوليد ما شاء الله عليك، وغادي غتقدم لي كل سيمانة، وغتقدم لي هذه الشهادة هذه لوزارة الصحة. او ديرها في شي باج فيسبوك او سجلها حتى سيغ يوتيوب، باش الناس يعرفوا انه هادشي راه ميسر، ماشي شي حاجه معقده. والبحث العلمي هو هاد 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 هاد, هاد, هاد الاعمال اليوميه الناجحه اللي هي تتجمع وتنخرجوا منها قانون. علاش؟ باش يقراوه كل واحد يعاني من هذا المشكل، واولهم اللي خصو يقراه هما الاطباء. اذا خصهم يعتكفوا على هذا الملف، وعندنا اكثر من 1000 ملف اللي نجح في هذا الاتجاه هذا. اذا ما بقاوش نضيقوا علينا ونضيقوا على ناس اخرين، حيت حنا نجحنا بغينا يبقى صدقه جاريه الى باقي الاخرين ان شاء الله. 500 الف عام الناس يرتاحوا بلا عناء. نعم. طيب غادي نوقفوا مع فاصل سريع ونرجعوا من القنيطره. السلام عليكم. وعليكم السلام. بغينا نشكركم على هذا البرنامج، ونشكر الدكتور عابد على النصائح اللي كيعطينا. مرحبا. وعندي حقيقه جوج اسئله وكاينه شهاده. نعم. السؤال الاول على الضفر اللي كاين في العين، عندي هي فيها واحد الضفر ودائما حمراء. بغيت الى الله يجازيه بخير الى عنده شي وصفه. بالنسبه للكزيما وراها كانت في رجليا، والحمد لله بالمو ديال البصله وديال المرجان يعني راه تهنيت منها، والفضل كله كيرجع للدكتور عابد. الحمد لله. والسؤال الثالث الى واخا ماشي في البرنامج، الوالد ديالي عنده تكاثر الخلايا العظميه ونوع من المرض. الا كان ممكن عفاك تعطيني شي وصفه على اتصال. اذا بالنسبه للظفر في العين تكلمنا عليه، نعاود نركز على انه عسل حر. منطقة قنيطرة عندكم ما شاء الله لوكاليبتيش موجود، شوية حداك شوية القدام في حد كورت تبارك الله كاين الحلبة وكاين السانوج وكاين
وكاين اعشاب جميله جدا حاولوا تحصلوا عليها من طرف مربي النحل تصاحبوا معهم. راه صراحه تناد العسل باش يبيعوا راه رخيص جدا واخا، فدعي معهم الله يبارك لهم. هذه الفتره دات شويه صعيبه عليهم، ولكن عاد بدا شويه مع المطر ربي يبارك باش يكون انتاج حبوب اللقاح، باش يكون انتاج تكاثر الخلايا تاع سميتو. فالله يوفقهم والله يبارك لهم والله يعاونهم. اذا فاللي بغيت هو ان حاول تاخذوا عسل تاع المنطقه، لوكاليبتوس معروفه بزاف تما، كاين الربيع بحال تتلقى في حد كورت، كاين الحلبه وكاين هذا وكاين مشنيخه راه داز الوقت ديالها، ولكن حاولوا ان شاء الله تشوفوا الى شي واحد عنده ان ستوك. وكاين العسل القزبور، العسل ديال القزبور من افضل ما كاين في علاج امراض العيون. تكلمنا على الزكوم، هذا عسل القزبور مهم جدا. اذا سولوا الاخوان ديال النحاله تما غادي تشوفوا كيف يفيدوكم في هذا الاطار، وتصاحبوا معهم او زيروهم، تصاحبوا او زيروهم باش تحصلوا على العسل الحر. وديما العسل الحر حرقوه في العافيه، ما خصوش يطلق لك حليه ولا يطلق ريحه السكر محروق. اذا فحاولوا تحرصوا على هذه الجوده هذه. فاللي بغيت نركز عليه هو عسل الحوت، كحل بعينيك من جيت ناس، والماء والبصل في وسط النهار ثلاثة أربعة المرات. قلنا الماء والبصل ديما نغليو شوية الماء، منين نحكوا البصل نغسلوا نخلطوا الماء والبصل ونغسلوا به العوينات ديالنا ثلاثة أربعة خمسة عشرة. واخا يكونوا وليدات صغار، واخا يحرقكم ماشي مشكل، إن شاء الله أقل من ثلاث أسابيع الضفر ما تيبقاش، اللي هو إعادة بناء ذاك المنطقة اللي فيها ذاك المشكل ديال الضفر. وبنفس الطريقة تنعالجوا ذاك الحساسية ديال العينين أو الحبوب في العينين بحال اللي تكلموا الإخوان سلفا، وتنعالجوا كذلك الحمورية ديال العينين وعياءة العين. وهذا أسلوب جميل، وهذا من الثقافة المغربية اللي تنفتخروا بها، وكثير من الإخوان ديالنا في وسط المدينة أو في الجبل أو الصحراء تيستعملوا الأسلوب ديال البصل والعسل وعطى نتائج وإن شاء الله بالتوفيق. نعم، طيب بالنسبة للخلايا العظمية اللي كيعني منها الخلايا العظمية ماشي موضوعنا، وفقط من جملة مشاكل الخلايا العظمية اللي تتوقع وكيف في الرجل تيوقع واحد النوع من الإبين، واحد بحال واحد السنينة أو شوية العظم تيخرج في الرجل وتيألم في المشي. هذا تنستعملوا الأسلوب ديال إعادة بناء المنطقة بطريقة صحيحة وإزالة الزيادة في الإنتاج أو الزيادة في الأداء. وهنا فين تنشتغلوا على الحسوة الشعير، تنشتغلوا على بصل عسل زيت الزيتون بنفس بطريقة تنقية الجسم إعادة البناء، وتتاخذنا ثلاث شهور. لابد ندير واحد ان ريون اكس ولا اون راديو على المنطقه، ست شهور الحمد لله ما تيبقاش ليبين، ليبين ما تتبقاش. بالنسبه لحاله ليبين، اما في التزايد الخلايا هذا واحد منهم، الا كان شي معطيات اخرى عطيونا معلومات ندرسوها وان شاء الله نعطيكم الطريقه الصحيحه. الله يرضي عليكم، قيدوا هذه الوصفات بالطريقه العمليه وطلعوا دفتر الوقايه ديالكم، ما تبقاوش تحلموا انا اعطينا هذه الوصفه قبل عاودنا جوج مرات، هذه المره الثالثه قيدوا واعتبروا السؤال للاخرين هو 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 نور ارشاد لكم كيف تستعملوا، وقيدوا ان شاء الله موفقين. نعم، ناخذ عبد الواحد مدينه الدار البيضاء. عبد الواحد السلام عليكم. عبد الواحد واخا ناخذوا لطيفه. عبد الواحد كاين؟ يلا عبد الواحد. الو نعم السلام عليكم. لاباس؟ مع بشرى كنشكركم بزاف على البرنامج هذا، وكنشكر الدكتور عبد العلوي على الافاده اللي كيعطينا بزاف. مرحبا. الله يخليك الاخت امينه. بغيت نقول للدكتور عبد العلوي، عندي واحد الوالد ديالي الله يجازيك بخير عنده واحد المشكل ديال واحد العين عنده. مشي دوزنا لي هذا، وقال لي الدكتور واحد الطبيب هذا قال لي وتيرا الشبكة راه عندك طايحه، وقال لي ما يمكنش ما عندكش مازال في امل بس انك تشوف بها. نعم. بغينا الله يجازيك بخير نقول للدكتور. هو الامل ان شاء الله، الامل كاين في اعاده بناء الشبكه واعاده ارجاعها للمنطقه ديالها. يلا دابا شي 4 شهور تقريبا يعني ناقص لي في الشوه ديالو، دابا 21 يوم ما بقاش كيشوف بها كاع نهائيا. لا ان شاء الله ترجع الشبكه. كثير الحمد لله كثير الناس جاو كان عندهم دي كولمون دو غيتين، كان عندهم حتى ضعف الشبكه، الحمد لله نجحوا. اجيو مرحبا بكم، يكون الا خير ان شاء الله. اذا هذه حاله تسريع الحضور للمركز استاذ. نعم حيت طيب. فيها لسعات وفيها مراقبه حثيثه، تذكر الانتفاخات الناس ديال بعد لسعات يخافوا منها. الى ان شاء الله اما هو لا استطاع يقرص با غير نسي اللسعه وحده في العين اليمين واليسار يمشي مع غير بشويه، عوض ما نعالجوا في 3 شهور نمشيو حتى ل9 شهور ما عنديش مشكل، فقط يتبع غير البصل والعسل كيف هضرنا عليه 7 مرات، زيت الزيتون، حسوه الشعير، ياكل شويه الحوت مزيان. وان شاء الله يمكن نمشيو بطريقه جيده مع اللسعات يمكننا بنيو. اللي عنده ما شاء الله قدره على اعاده ارجاع اللسع الشبكه الى
الى العينين نظرا لديكولمون دو ريتين ولا ساعات بشكل كبير. اذا نحاولوا ناخذوا لا بيتيت دوز باش نعمموا العمل على الصعيد الوطني والدولي. ونبشركم بشاره دابا الناس اللي جاوا تعالجوا على سرطان الكبد لا من هولندا لا من اوروبا لا من فرنسا نجحوا في اقل من 6 اشهر وتنشروا هذا الخير تما في اوروبا. مبروك لهذا البلد بوليداتهم اللي تينجحوا وتيعموا النجاح كرما. اذا شوفوا دابا كثير ناس تيجيو من اوروبا وتيقولوا ولادهم داخل المغرب سيروا تعالجوا بالله سعاد سيروا تعالجوا بالعسل وهذا مفخره. نعم طيب غادي ناخذ اتصال اخر ديال لطيفه. لطيفه من ستات السلام عليكم لطيفه. طيب حد سعيد اتصال بحمد من حسيمه تيقول لك بغيت نسول الاستاذ على العينين ديالي كيحمروا لي في الشمس ولا الى ما نعستش. دير غير بسيله بوحدها وعسيله كلها. دير بسيله في عينيك مع شويه الماء نص ساعه لوحه من تعدى نص ساعه وكل عسيله مع راسك. طيب. وتعلموا ديروا داك خزو اون غوندال قطع دائريه وبدا تحطوا فوق عينيكم واحد ربع ساعه او الخيار او شويه الخس بعد ما تحكوا شويه هذا كلهم يريحوا العين. نعم طيب اسماس اخر تيقول السلام عليكم. هذه ساره من الدار البيضاء 20 سنه عندها لا ميوبي بوندون كتقول 10 سنين مسكينه وانا كندير لي لونات وكل مره تنقص لي الشوف دابا راه وصل خمسه ديال على يعني خمسه الله يخليك يعني بغيت شي حاجه باش يعني يدير لي شويه الشوف. لا على ساعات يقدر يتزاد تيتزاد نعم ولا ساعات الطب تيقول لك غير تيتحد ما يتنقص. لا الاطباء هما اللي حدوا راسهم الاطباء حدوا راسهم ما بغاوش خداو دي بروتوكول وتيقلدوهم تقليد. اقول اعطيونا الاجتهادات ديالكم فين هي وقعوا عليها واعتزوا نعتزوا بكم في العالم نهزوكم فوق ريوسنا. تقليد لي بروتوكول منقولين من برا وتيحاولوا يتبعوهم تتبع. قول لهم يجتهدوا اجتهاد يعطيونا نجاح يعطيونا مسائل جديده واخا وعلاش علاش ما يفتخرش بنا مادام حنا تنجحوا. لكن النجاح هو المطلوب مزيان. اذا والنجاح ياخذوه هما هما يوقعوا عليه وياخذوه باسمه ما عنديش مشكل ولكن اعطونا نجاحات. اذا فهذا المشكل هذا ديال لاموبيتي تعالج الناس اللي داروا عمليه ندموا واخا باش يعاودوا يصحوا الخطا ديال لاميوبي. الناس اللي داروا لسعات النحل تمكنا نعاودوا نضبطوا دوك لو كوغوكيلاغ نعاودوا نضبطوا في داك الامتداد ديالو واخا او التقلص ديالو ونضبطوا كذلك لا فيزيولوجي ديال العوينات وثلاث شهور تتكون نجاحات بدايه وتما تيمكن نشتغلوا ست شهور ان شاء الله تتكون امور في امان الله. نعم ناخذ اتصال طيب اخر. وفاء من اسبانيا. وفاء السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لكم شكرا على البرنامج ديالكم وتنشكر سي الدكتور العلوي. السؤال ديالي هو انني عندي وجع في الراس قريب من هذه 3 شهور وتنعرف بانني انا عندي التونسيون وعندي السكر والكوليسترول ولكن مؤخرا حتى النظر ديالي نقص مشيت للطبيب وجبرت بان ما تنشوفش من البعد والقرب ولكن هذه العلاقه بين حركه الراس والعينين واش كاين شي علاج لان بعض المرات يكون عندي التونسيون طايح وراسي تيحرقني. هلا عندك اليزير في الدار؟ لا اليزير الله يعطيك العقل تياخذهم من فيكيك راه عندهم موجود تما مزيان. شوف حاولوا تغليوا شويه الماء وديروا اما اليزير اما فليو اما الخزامه ديروا بخار ثلاثه المرات في النهار وما شاء الله غتاخذ سكين جبير غتشمو جوج ثلاثه اربعه المرات سكين جبير يابس ديال الكوزينه وقويلب ديال الثوم وتعطيني حسوات الشعير على طول 7 ايام ولا درتي لها ساعات النحل في جنبات العين باي باي حريق الراس ان شاء الله. ان شاء الله صافي وتبع هذا الشيء وقيدوا ومني ترجع الحاله ارجع لهذه العمليه هذه حيت مازال تنعيشوا في الكوغوندير مازال انه ما تنحتفظوش على تغذيه جيده ومازال تنرفزه تتغلبنا فان شاء الله نحاولوا ناخذوا هذا الاسلوب البسيط في العلاج والناس كلهم اللي كانت عندهم عياءات الراس تيشدوا المعدنوس تيدقوه 200 غرام وتيربطوه على الجبهه ديالهم وتيربطوه نص ساعه ساعه الا ربع ممكن يعاودوا ثلاثه د المرات سبحان الله كاين ناس اللي ثلاث ايام حريق الراس مشى بكل الانواع ديالو. مبروك عليكم الله يحفظكم. اللهم امين. طيب السلام عليكم. الاخت ديالي عندها البيض في عينيها والطبيب قال لنا ما عندي ما ندير لها ودابا يعني ما تتشوفش بها بهذا العين. فهمتش الاطباء ديكولمون دو غيتين ما عندهم ما يديروا اتروفي ديال العين ديال لا غيتين ما عندهم ما يديروا. قول لكم افي
ما اذا لاش يعرفوا يعالجوا السؤال كبير غير العمليه الجراحيه سؤال مطروح وهذا البحث العلمي كله اش نديروا به نخبعوا في الثلاجه لمن الاجيال القادمه ودالي احنا اولى ايوا عباد الله حركوا لنا شويه داك الدماغ وداك القدرات والقدرات ما شاء الله عليكم وخو ما تخليناش العين مخبع في لا كونجيلاسيون اذا البيو ديال العين حكيت لكم على السيد ضربوه في عينه بالجاج وبالقطه ما شاء الله عليه هو عوينته تيبنيو من جده وجديد بدا تيبني لي بوبيير العوينات بالضو بدا تيبان له شويه بشويه رغم ثلاث سنوات العين كلها مكمشه ما يحلها ما والها بدا تيحل عوينته ويحركها يقدر يشوف بدا يميز بين الضو بين الظلام عباد الله ايوا شنو هذا خصنا هادشي ان شاء الله باذن الله كاين نجاح ان شاء الله. سي محمد من فاس قال كيفاش ندير نقطر العسل واش ندوبو في الماء؟ لا غير بوحدو مباشره تاخذ واحد العويد يكون نقي ورطب تتخشيه في العسل وتتكحل به. إلا ما عرفتيش راه عند الوالده تعلمك تكحل بطريقه بسيطه سيده ان شاء الله. سؤال اخر قال لك عافاك بغيت نسول واش الزيتون الا تطحن بالعظم ديالو مزيان ولا فيه شي مشكل؟ بالعظم هو تيطحن بالعظم ماشي يطحن ضروري من العظم كله تيطحن بالعظم ديالو ياك حتى انا ما كنتش عارفه بالعظم الزيتون تيطحنوا بالعظم ديالو نعم ضروري ومن بعد تيميزوا بين العظم وبين الزيت وبين الماء كيعزلوا من بعد تيعزلوا وهي في الاستعمال هما بالعكس الناس يشدوا داك العظم تيعاودوا يطحنوا مره اخرى بحيث مازال فيه الزيت تبقى فيه 10 ولا 15% ديال الزيت واذا تكال هكذاك العظم ماشي كل عظم ما كاين مشكل غزو الا تغزز وداب مرحبا ما تغزش الا ما دابش لوحو نعم قال لك واش ممكن تعاودي عفاك الوصفه ديال الحلبه اللي قلتي قبيله من بتا الو بشرى للنساء اللي مشات لهم الانوثه ديالهم عن طريق الهرمونوثيرابي عن طريق ضياع الدوره الشهريه عن طريق تاخذوا سبعه المعلقات كبار حتى لتسعه المعلقات كبار ديال الحلبه حبوب تكون بلديه غسلوها وديروها كبعوا ليها الماء اترو ماء معدني مثلا او ماء مغلي تتغلي وتتحركوه مزيان وتتبيتوها فيه واحد المده ديال من حنا نديروا من صلاه الظهر الوحده حتى لذاك خمسه الصباح تتشدوا معلقه كبيره تعاد الحلبه المنفوخه في الماء وتطحنوها مع الماء ودير له عسيله وتتخلوها كاس الاول مع 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 في الحين مع خمسه الصباح سته وكل ساعتين ونص سبحان الله فقر الدم ما تيبقاش من بعد ثلاث اشهر والناس اللي عندهم مشكل الجلوتين هذا الاسلوب هرس انتج واحد الانزيم سميتو انزيم اللي هو ضد الجلوتين واخا وهنا تنحسوا الجلوتين يمكن نعالجوه بطريقه بسيطه عواد بيع الشرايه من حقهم بداو تيديروا انتاجات انتي غلوتين وهذا هو الاسلوب في انتاج المواد انتي غلوتين بطريقه طبيعيه اذا لا جيرميناسيون ديال القمح والحلبه تيمكننا نعالجوا بها الغلوتين وفقر الدم اعاده بناء انوثه المراه واعاده بناء النشاط الهرموني عند الرجل اعاده بناء العظام اعاده بناء الفيتامين دي في الجسم باش 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 تكون بونوسيفيكاسيون اذا تيمكننا نعالجوا لا كارونس او النقص من لا فيتامين دي سبحان الله شوف الفوائد اللي كاينه علاش لان البحث العلمي استعملناه استعمال ماشي قلنا كلوا كل شيء المقلي والمعلبات والهرموني والمغيرويات كله بحال بحال اعوذ بالله هذا الجهل اذا فهل هل هل العلم هل هل البناء العلمي نظرا للقواعد العلميه هكذا يمكننا نبنيو التغذيه الصحيه ان شاء الله. نعم اسئله نجمعها الكامله المقرات ديالك فاس بني ملال وجده. غادي لا موجودين دابا تبارك الله خريبكا صافي وقعنا العقد ان شاء الله هذا الاسبوع غادي العمل غادي يبدا خريبكا مبروك عليكم اهل خريبكا قريبا مراكش حنا تنوجدوا له فاس ما شاء الله فاس خدامين مزيان. فاس كاين. موجود فاس فين؟ في النرجيس في النرجيس 016 73 68 41 جينا من فاس بنجاحات كبيره هذه الجمعه بني ملال بني ملال غادي يمشيو لخريبكه غيمشيو لخريبكه وجده كاين وجده بحال كنا البارحه تبارك الله نجاحات كبيره من سيده كان عندها سرطان وعندها القلب والشرايين ما قدوش يديروا لها شيميوثيرابي راجلها ما شاء الله من الفريق ديال الفريق الطبي فمني شاف زيت الزيتون بعد ثلاث اسابيع سيده تاخذه بدات تقات السكر وبدات تقات البنيه والمناعه والهمه ديالها والقلب بدا يرتاح وشوف دابا كيف زيت الزيتون حدث المعجزه بمعنى شي حدا انا بين يدينا حنا ما تنستعملوش وهذا والتي حاج الاطباء كيقولوا عباد الله تتحرمونا من الزيت هو تنجحوا به تتحرمونا من العسل حنا تنجحوا به علاش تحرمونا
من الشيء اللي ما تتفهمولوش ما تتعرفوش ما قريتيوش عليه. إذا قريتيو على المواد الغذائية مرحبا، ثم قريتيوش على المواد الغذائية، قريتيو الكيماوي ولي ديليغي هما اللي تيجيبوا اخبار تاع الادويه نهار بنهار. اذا الله يرحمهم ما تكلموش على التغذيه، خليوها للناس الاختصاصيين فيها، وعندنا اختصاصيين واسياد في هذا البلد. رجعوا لهم مرجع وتشوفوا كيف انكم نجحوا كلنا جميع ان شاء الله في قوه واحده. طيب سؤال اخر، على قالت لك يومين هذه عينها تسحرقها وكذا، واليوم اصبحت لها حبه في الجنب. دونك كاين الحساسيه وكاين التهاب، دير غسيله وعسيله كيف هضرنا، وتنقي ماكلتها 100% وبكل خير. الناس ينجحوا في ديورهم، لو فييت كينجحوا في ديورهم الناس بدون حرج. قالت اس ام اس اخر تيقول السلام عليكم، انا عندي النظر ديالي مزيان ولكن دائما تنحك عينيا، ما عرفتش علاش. هو الحكايه ديال العينيه تقطر البصله وشويه النحيلات في الجنابات، جوج نحيلات مره في الاسبوع ما كاينش مشكل. بالنسبه لها تقدر البصله وليدات صغار ممكن؟ بالطبع، عندي وليد 11 سنه في باريس. انت لقيت من شحال من عام؟ انا من السنه الاولى قطعت له البصله، بالعكس انا ندير له بانيو ديال 100 كيلو ديال الماء ونحك له 10 كيلو ديال البصله ونخشيه فيه يلعب فيه. بالعكس مزيان له، ما كاين مشكل. اذا بصيله جوج مع شويه الماء مغلي دير له حمام هذا، بالعكس الوليدات تعجبهم الحال، وخا تيحرقوهم تيضحكوا تلعبوا معاهم كلشي تيدوز مزيان. غير الوليدات تنجمعوا بين الماء والبصل وقلب ديال الثوم شويه ربيع، ان شاء الله تنجمعوا في المناعه، واقل من ثلاث ايام ما تيبقاش هذه الحساسيه وهذا العيا لا في الجلد لا في العينين ولا في الاذنين ولا في الانف. طيب ناخذوا اتصال حفيظه من اكادير. حفيظه. نعم. حفظك الله، تفضلي مرحبا. شكرا تبارك الله عليك. السلام عليكم دكتور. سلامة الله. داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا تبارك الله عليك، شكرا الله يسخر. مرحبا الله يبارك فيك. عندي واحد الاخت عافاك عندها دوك العينين. بحال غادي انت بياضوا ليها، وملي مشات عند الدكتور قالوا ليها غتبدلي دوك القرنيات الجوجات. الو. نعم تنسمعك. نعم. ايه. قالوا لها غادي تبدليهم بجوجات. ودابا ملي سمعنا هذا الشيء ديال العينين الله يجازيك بخير عطينا شي دواء الله يرحم لك الوالدين. غادي دير عسيله في عينيك ملي تجي تنعس. ايه. وغادي دير لها ميها بصيله تغسل بها وتجيبها ليا باش نجيب لي التحاليل ديال الطبيب كامله. غنخدموا ثلاث شهور وترجع عند الطبيب ديالك يدير كونترول. اذا لابد تجيب لي الملف ونشوفه. ان شاء الله. ما يكون باس وناخذوا ليلى من مراكش. ليلى السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نقصي الراديو ولا طفيه. الله يجازيك بخير ليلى. واخا اختي بارك الله فيك. الله يخليك دكتور. عندي واحد اختي كتعاني من مشالها فقدان البصر، مابقاش كتشوف. مسكينه بسبب الله. نتيجه شنو؟ كان عندها سكر. نعم. كان عندها السكر. لا ما عندها لا سكر، ما عندها حتى شي حاجه، في صحه جيده. اها اش عندها من عام؟ عندها دابا 39 غتطلع في 40. الله يحفظها. ايه. وفاش مشات السبيطار قالوا السبيطار قالوا لها بان تخربط لك الجهاز المناعي. ايوا خصنا نعرفوا بالضبط الجهاز المناعي. دابا قالوا لها عندك اتروفين تاع لو نيفورتيك. لا لا تخوفي تتعالج ان شاء الله، لا ما تخافوش. دابا ان شاء الله تعالج. هذه مده 6 شهور. لا تعالجي ان شاء الله. جاو عندي كثير الناس اللي مشاو منظر نتيجه البهجات والسكري وكذا، الحمد لله تيبراو. لا ان شاء الله نبشرك. دابا هي في كل الامل ما كيعطيوها حتى شي هضره. هما ضيقوا على راسهم الاطباء. واش هما احسن من انا احسن منهم؟ هما احسن مني مليار مره. غير هما ضيقوا على راسهم، ما خصهمش يضيقوا على راسهم. اجيو عندي يكون خير، جيب لي الملف الطبي. ان شاء الله. طيب هذه ضروري. الاطباء ضيقوا على راسهم الله يهديهم. نعم. يرجع الله تعالى. طيب السيده اللي قالت حتى هي خصها يتبدلوا لها الشبكات. لا تبدل لها شبكه لا جوج. نخدموا على ذاك الشبكه، نقيوها نقويوها. الاطباء دابا منهم اطباء اللي تعجبوا علاش ثقب في لاغيتين تعالج. حماق وقال كي درتي لها عندي كومونت غيتين تيتعالج. ان بروبليم ديال اتروفي ديال نيروبتيك تيتعالج. الشبكه تتكون مهموله مسخه معفنه تطلع جديده. عباد الله هادشي ديالكم، ها هو العناصر باش تنشتغل مفضوحه على الهواء صدقه جاريه. يلا وهبناها لله تعالى، خذوها وتمتعوا بها ومتعوا بها المرضى الله يجزيكم بخير. ما تضيقوش على راسكم، البحث العلمي تنعرفوه والخير العضو ديال العين انتم اسياد فيه. عباد الله اشخص الاجتهاد والعمل والتركيز، بركه ما تضيعوا الوقت. نعم. طيب ناخذوا زهيره من ورزازات. زهيره. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. زهيره الابنه ديالي بنتي. مرحبا تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. الله. انا الله يرحم والديك يا دكتور، عندي واحد المرض راه صافي هدك ليا الصحه ديالي ديال العينين.
هو الالتهاب. التهاب من فوق شو عندك؟ عندي من 2000. اش درتي له؟ ما خليتش السبيطار. اش درتي له؟ اش درتي له الحاجه؟ تنمشي للسبيطار، تنمشي ما خلاو كلشي. اش قالوا لك الطباء؟ اش قالوا لك الطباء؟ قالوا لي عندك الالتهاب، مشيت لمراكش درت جوج عمليات لوحده. ملي تحيد لي هذيك الجلده كنشوف. تنقعد ديك 15 يوم شهر كترجع. شحال مره درتي العمليه؟ درت وحده درتها ليها جوج خطرات ورجعات لي ثاني ديك سميتو. وحده درتها ليها واحد الخطره بداك الليزر. وهاد اليوم الثاني ضبابت لي الله ينجيك يا دكتور ومشيت ثاني ودوزت لي الطبيبه وعطاتني شي دواء قالت لي ايوا ديريه. ايوا المهم راه هاني شريتو كنديرو ولكن لا اله الا الله. فين عندنا انت الحاجه؟ فين؟ الحاجه غدبر غدبر على غدبر على التيزوا انحلت. غدبر على التيزوا انحلت. بغيت نجي عندك يا دكتور. ما تجي عندي ما نجي عندك الحاجه الله يهديك. غادي تاخذ شويه. شوف عندك جوج الاختيارات، بغيتي تجي عندي مرحبا، ولكن دابا نعطيك بعد عندكم واحد العسل الفن. ما عمري ما ذقت بحال واحد الزعتر حميمر عاتي مذاق الفن ما كلته مخيره. هذاك 1000 درهم ورخيص، راه عندكم تما بين 300 و500 درهم. غزال الفن هذاك خذو، خذ منه 10 كيلو وكحل بيع وينتك. ثلاثة أربعة المرات يلا دير ميها بصيلة ثلاثة المرات مثلا بين السبعة مثلا بين السبعة والتسعود والحداش وكحل عويناتك بعسيلة. عاود في العشية ثلاثة المرات وكحل عويناتك بالعسيلة، وفي الليل سيمانة تبرا من الالتهاب إن شاء الله. ولكن دير لي انحلات بجنبات العين، عطيني حسوة الشعير، عطيني بصيلة وعسيلة كيف تكلمنا، وما تاكليش الحيواني لا قرود لا فيران، بغيت نعني لا لحم لا دجاج لا بيض لا فخوماج، هادو كلهم تحيدهم ليا واعطيني ثلاثة سيمانات عويناتك يوليو مخيرين، وقع شي مشكل اجي عندي، اما لا بريتي هكذا عشان تجي دير عندي الحاجة، تكرفصي وسط الأطباء وجري في وسط الطرقان، ما تجيش عندي حتى تبرا، واخا؟ إلا ثلاثة سيمانات بريتي مرحبا الله يحفظك، إلا مازال المشكل، أنا بالنسبة لي مشكل بسيط ماشي معقد، إلا هذا المشكل ما استطعتيش تضبطو، أجي عندي للدار البيضاء لسيدي معروف مرحبا بك. ناخذوا آخر اتصال، فتيحة من خريبكة، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. مرحبا. سعادة الله. تنشكركم على هذا البرنامج هذا. مرحبا. مرحبا. الله يرحم والديك على هذا الشيء اللي تدير مع الناس. وهذا حقكم عباد الله، واش المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره؟ عباد الله حتى غادي يبقاو تنبيعوا شروا في بلديتنا. ربي يخليك. الله يحفظكم. الله يجعل العمل لله. امين. بغيت نسولك دكتور، الوالد ديالي كان عنده ذاك الضفر في العينين. ايه. ودار عمليه وعاود رجع ليه داك الشيء، ما يعني رجع ليه فين منين ما حيدو رجع ليه عاوتاني. غادي فاهم اش مدينه انتم؟ خريبكه. ايوا خريبكه تبارك الله عليكم، راه عندكم العسل موجود تما، عسيله حره دابا المركز هو ذا كاين. واخا شنو البلاصه؟ شنو البلاصه؟ حدا في الرون بوان ديال النهضه، حدا فارماسي الزبير. فرماسين زوبي، شكرا يا حمودي. راه كاين تما دابا، وبدا التليفون غنعطيه لكم ديال الاخ ياسين، ما شاء الله عليه راه مجتهد، راه تيجي على قدمين وساق باش كلشي يكون مرتب تما، وان شاء الله غادي يكون عمل جميل. اذا فالشيء اللي نركز عليه هو الوصفه اللي عطيناها سلفا، ما فهمش كيفاش تنعطيو وصفه وسنعاودو نذكروها مرة أخرى. رجعوا لها في التسجيلات، وإلا بعد البصل من جهة ثلاثة مرات مع الماء قطروا بها وديروا عسيلة في الليل. وألوغ ثلاث أسابيع فرد العين الحمد لله ما تيبقاش، ومع ساعات النحل وتغذية صحية إن شاء الله كل شيء يكون في أمان الله.